السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جميل جدا. المالك أو المهندس حب إن هو يفهم العمال إيه اللي هيتعمل، فاستعان بالفي آر. الفي آر مش ألعاب وجيمز بس، ده أغلب الاستخدام، لكن ممكن نستخدمه كمان في الشغل بتاعنا، حتى ممكن تستخدمه في الطب. أنت بدل ما تخلي اللي بيتدرب يتدرب في ناس كتير، لا، يبدأ يتدرب في الجهاز ده شوية، يشوف العمليات بنفسه، وبعد كده يبدأ ان هو يطبق عمل. طيب، هو عايز يفهم العامل ان في حاجه مش معموله مظبوط، فقال له بص كده. فاول ما لابس الفي ار، يمين وشمال، شوف كده، بص على البار هناك. ايوه بار، شايفه؟ شايف البار؟ ده البار مش خبر، البار هو ده كليد وكليد، ده هندسه البار بقى. ايوه، اما هو مش معمول جبس. بص بقى، اكتشف ان في حته المفروض الناس تتعمل. تمام، فهي دي الفكره، ان انت ممكن تستخدم الفي ار في الشغل بتاعك، في حاجه معينه عايز توضحها. دي حاجه في الاداره الرشيقه اللين مانجمنت اسمها اللاست بلانر، يعني ان انت لازم كل اللي معاك يكونوا فاهمين، من اصغر عامل لاكبر عامل، عارف الشكل النهائي هيبقى عامل ازاي وفاهم الفكره كلها. في حاجه اسمها ممكن تسميها بيم كشك او في ار كشك، بيبقى كشك تمام، وتبدا ان انت مثلا في كمبيوتر تبدا توريهم الناس السيفتي، تشرح لهم بال3 دي، بالفي ار، بالحاجات دي كلها، بحيث ان هم يكونوا متخيلين ايه اللي مطلوب منهم. انت ممكن تقول له ارسم حيطه وهو مش قادر يربط الحيطه دي بالباقي هيبقى عامل ازاي. فالفي ار اصبحت من الحاجات الكويسه جدا انها ان احنا نشتغل بيها. ان شاء الله هنبدا نشرح شويه فيديوهات على قناه بيم اربي في موضوع الفي ار دوت، وازاي نستخدمه في المجال الهندسي. هو موجود كتير شرح ليه، لكن في الالعاب وفي الافلام والحاجات دي كلها، لكن احنا ممكن نستخدمه كمان في الاستشارات وفي الكونستراكشن.